بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تلقينا نحن لجنة الإغاثة والمهجرين في مدينة قارة المقيمة حاليا في مدينة عرسال اللبنانية، تلقينا دعما كريما مباركا من مؤسسة راف للأعمال الخيرية عبر هيئة الشام الإسلامية ضمن مشروعهم الطيب المبارك، وهو مشروع الشتاء الدافئ. المبلغ المقدم هو 20,000 دولار أمريكي، وقد تم تخصيص هذا المبلغ بالكامل لشراء مادة المازوت. طبعا العمل تم على الشكل التالي: أول شيء تم التعاقد مع محطتي وقود لتأمين المادة اللازمة، مادة المازوت اللازمة، وتم بالمقابل توزيع كوبونات مختومة على الأخوة المستحقين. كتب على الكوبون شعار مؤسسة راف وشعار هيئة الشام الإسلامية وشعار المجلس المحلي الثوري في مدينة قارة ولجنة الإغاثة والمهجرين أو لجنة أهل قارة للإغاثة المقيمة حاليا في بلدة عرسال. طبعا السبب يعود في ذلك لأنه نحن اكتفينا من مادة البطانيات، حيث قدمت لنا من أكثر من جهة، قمنا بشراء قسم كبير منها، وقامت عدة جهات بتقديم البطانيات لنا، فعندنا حاجتنا وكفاية من البطانيات. أما العوز والنقص الأساسي فهو في مادة المازوت. طبعا هذا المبلغ خصص بالكامل كما قلت لشراء مادة المازوت، فتم شراء كمية 21,600 لتر مازوت، فبلغ عدد العائلات المستفيدة 1,080 عائلة بمعدل 20 لتر مازوت للعائلة الواحدة. طبعا نحن في لجنة الإغاثة والمهجرين ضمن المجلس المحلي الثوري في مدينة قارة نتوجه بالشكر الجزيل لمؤسسة راف على ما قدموه لنا الآن وسابقا، ولهيئة الشام الإسلامية على تعاونها وتواصلها الدائم معنا، وجزاهم الله عنا كل